بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخوات الإخوة، شكرا لتلبيتكم دابا لحضور هذا اللقاء الصحفي اللي هو أساس لقاء تواصلي. قررت لجنة التقصي والمنطقة على المجلس باش تعقدوا مع واحد العدد من الفعاليات الإعلامية وبعض الضيوف. اسمحوا لي اولا نشكر كذلك اعضاء المجلس اللي حاضرين معنا الان، اللي الاخوه المستشارين السي وهول والسي ايمان السي حسن السي امين اللي حاضرين من خارج اللجنه ديال التقصي في هذا الموضوع بطبيعه الحال. اذا ويبدو انكم انتم جايين باش تحضروا هذا اللقاء، واحد العدد من الاسئله كتصرح عندكم، ولا بد كذلك قبل ما نطرح الاسئله نحاول نعطيو بعض الاجوبه على اسئله بديهيه يمكن تطرح، خصوصا حول موضوع عمل اللجنه، وعلاش تخلقات هذه اللجنه اصلا، وكيف اشتغلت، وعلى اي مستوى اشتغلت، ثم الحادث الاساسي هو علاش توقفت، علاش توقف العمل ديالها. اذا انا تنتكلم باسم اخواني واختي في اللجنه المكونه من جميع الاطراف السياسيه المختلفه في المجلس. هذه اللجنه ماشي ديال الحزب، ماشي ديال جوج الاحزاب، ماشي ديال النساء، هذه اللجنه ديال المجلس، صادق عليها المجلس بجميع مكوناته في الدوره فبراير الماضيه، وقرر تشكيلها، بل صوت حتى على المكونات ديالها خلال ذاك الدوره. اذا باش نقدم لكم الاخوان والاخوات السي مريم بيدوري، السي عطار، الاخت خديجه بوسلهام، الاخ علي منصيف اللي هو في نفس الوقت رئيس فريق العداله والتنميه في المجلس الجماعي، عبد الربيه رئيس لجنه ديال التقصي، وكذلك منصيف فريق الاشتراكي في المجلس، الاخ كريم حوزي منصيف فريق التجمع الوطني للاحرار، الاخت خدوج بطبيعه الحال من فريق الاسر والمعاصره، الاخ امين بوخراز اللي هو عضو في اللجنه بطبيعه الحال، والسي عزيز توفيق. اذا هذه مكونات اللجنه. اللجنه جات بكم مدارا من الفرق الاغلبيه، وتظهر لي انه ما كاينش مشكل نهائيا او مانع لا سياسي ولا قانوني في ان مكونات المجلس ولو يكونوا في الاغلبيه انهم يطلبوا هذا النوع من اللجان. علاش؟ اولا المحمديه يمكن لها تفتخر بهذا التمرين الديمقراطي، لان لاول مره في المغرب يفعل فصل 215 في القانون الجديد. هذه اللجنه جات بمقتضى الفصل 215 ديال القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابيه. اذا من قبل من 76 حتى 2015 ما كانش شي حاجه من هذا النوع، وبالتالي ارتأت اراده ديال ثلاثه الاطراف داخل المجلس اللي هما بالصدفه اطراف الاغلبيه، باش نساليو على المقوله ديال انه دائما التقصي يرتبط بصراع سياسي، او ان اللي خصو يطلب التقصي خصو يكون من المعارضه. حنا بطبيعه الحال طلبنا التقصي لانه من واحد الناحيه بغينا نعرفوا السلامه مثلا القانونيه ديال المسالك الاجرائيه، الملفات، الصفقات، في واحد العدد من التدابير اللي المنتخب تيقوم فيها في اطار المسؤوليه ديالو. ثانيا باش نفضيو مع الاشاعات بانه ماشي هي تتعمل، وهي اشاعات في الغالب كتعمل خارج المؤسسات. ومن بين الاسباب كذلك اللي خلاتنا نطلبوا هذا الطلب ديال لجنه التقصي الحقائق اللي طلبها لجنه التقصي اللي طلبوها 32 عضو من المجلس، لان الا حسبتي الاخوان اللي قدموا الطلب اللي كنجمعهم هما اكثر من ثلثين ديال عدد اعضاء المجلس اللي طلبوا لجنه التقصي. وطلبناها في ثلاث مواضيع اساسيه، في موضوع التعمير، في موضوع المصاريف العامة أو الموضوع المالية بصفة عامة، في قطاع المالية بصفة عامة، وفي قطاع الأشغال، على اعتبار أنها ثلاثة ديال المستويات اللي هما تعتبروا المحرك الأساسي ديال العمل ديال الجماعة بطبيعة الحال. إذا التقينا باش نقدموا هذا الطلب وباش نشتغلوا في إطار مهمة واضحة. التقينا فعلا، استقبلنا السيد الرئيس مباشرة من بعد الدورة اللي كان لقاء بالود، وكان لقاء فيه بطبيعة الحال اتفاق حول
كيفاش غنشتغلوا، شنو هي الاشياء اللي خصنا نبداو بها بطبيعة الحال. وما شفنا من ذاك اللقاء بطبيعة الحال بعد منه الا التعاون تيسير المهمه بطبيعة الحال من طرف الرئيس اللي عطى ذاك الساعه الامر ديالو للمدير العام مدير المصالح لتيسير عمل لجنه التقسيم. اذا وحنا تنشتغلوا كان عندنا دائما في الذهن ديالنا الاشكال القانوني. شنو هو الاشكال القانوني؟ الاشكال القانوني وهو القانونيه اللجنه في مده الصلاحيه ما تتبدا الا بصدور مقرر. بصدور مقرر بطبيعه الحال لان مقررات مجلس المداولات كتكتب وكتمشي للتاشير او للاطلاع ديال السلطه الاقليميه اللي هي القانون تحدد لها الدور. فبدينا اعمال تمهيديه ومنهجيه مع اتصالات بطبيعه الحال اللي دائما في كل فتره كنا كنطالبوا الرئيس ومدير المصالح بتهيئ المقرر باش يمكن لنا نبداو قانونيين على اللجنه. انا علاش بديت بهذا الموضوع ديال القانونيه وديال الوقت اللي كيحدو المشرع في شهر؟ لانه اليوم الاخوان مع كامل الاسف من داخل المؤسسه اللي ضد عمل اللجنه، مع كامل الاسف ما كناش نتمناو حنا في اللجنه انه الناس اللي المفروض فيهم يدافعوا على هذه التجربه بطبيعه الحال، اللي المفروض فيهم يدافعوا على التباين منزعجون من هذا التباين. راك شفتوا مؤخرا تصريح للصحافه لاحد الصفحات الالكترونيه ديال واحد الاخ معنا في المجلس اللي تعتبر انه هو اصلا ضد هذه اللجنه. وهنا كتبان علاش ما بغاش يعطينا الوثائق، لانه هو المسؤول على قطاع التعمير، لانه عمليا اشتغلنا في جميع القطاعات ما عدا قطاع التعمير. انا غنجي من بعد باش نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل. اذا بدينا منهجين كنشتغلوا كنسولوا على المقرر. المقرر الاخوان تعطانا رسميا يوم 16 مارس. ها الوثائق هنا، رساله من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي الى السيد احمد المهدي مزوري رئيس اللجنه المكلفه بالتقسيم حول المقرر 1701 لشهر فبراير 2017. ها هو الاخوان توصلنا به في 16 مارس. عمليا هذا هو المحدد. يعني ملي كتجي تطبق الماده 215 نهار توصلنا بالمقرر في 16 مارس يتم احتساب المده القانونيه الى غايه 16 ابريل. وحنا منهجيا اشتغلنا على ثلاثه ديال القطاعات الكبرى، اتفقنا في اللجنه نشتغلوا على قطاع الاشغال لانه قطاع مهم ومتشعب وفيه تداخل مع واحد عدد من القطاعات الاخرى. قررنا نشتغلوا على القطاع المالي في درجه ثانيه خصوصا في الصفقات و لي بونت كوموند وطريقه الصرف الى اخره. وهنا بغيت نعطي واحد الملاحظه اساسيه لانه كذلك الناس اللي ضد هذا التمرين تيحاولوا يبينوا بانه اللجنه هي جات باش تنتقم للموظفين او ضد الموظفين. هنا ولا بد نعاودوا بهذا الشيء اللي قلناه للموظفين. حنا تنشتغلوا في اطار احترام تام ومتبادل مع الاخوان والاخوات الموظفين والفطور ديال الجماعه. بل ولا بد نحييهم لانهم تيتحملوا جزء كبير من العمل اللي كيكون داخل الجماعه بطبيعه الحال. والعلاقه ديال لجنه التقسيم اللي هي ليست في لجنه ديال التفتيش. اللي هي ليست في لجنه ديال التفتيش. لانه متهم في الاسبوع الماضي بانه حنا لجنه ديال التفتيش ومعنا واحد الانسبكتور وان جاو كيستفزوا الموظفين وتحققوا معاهم. اذا مزيان النقاش العام كاين، حنا قررنا حنا نخرجوا للنقاش العام. خصوصا ان احدى الصفحات الفيسبوك هي هذه 20 يوم كتسب لجنه التقسيم حقائق لجنه التقسيم 20 يوم هي خدامه تتسب بمعطيات خارجه من هذه المكاتب الداخليه بمعطيات خارجه من المكاتب الداخليه. وحنا اخلاقيا وقانونيا وسياسيا اتفقنا على اللجنه كاملين يربطنا واجب التحفظ وباننا لن نفصح على الاشياء اللي طالها التقسيم الا في التقرير اللي غيقدمه الاخ منصف مقرر اللجنه في الدوره المخصصه لذلك. الا في هذاك المحل. حنا محترمين القانون ومحترمين الادبيه ديال العمل المؤسساتي، ولكن لما نواجه داخليا عن طريق صفحات او صفحه فيسبوكيه تكسب لجنه التقسيم وتعتبر انها في تسبيه الحسابات وبان هذا شيء سياسوي، حنا اليوم حنا جالسين كاملين هذه اللجنه بالمجلس من
اتخذ المجلس بالاجماع، واللي كيفهم الحكم هنا من السياسه كان البارح ملي كلش يصوت على اللجنه هو اللي اليوم كيقول لك انا ضد هذه اللجنه، وضد هذه اللجنه كتعني انك ما بغيتيش تعدل الملفات اللي عندك في القسم، وكتعني انك كتكذب على الناس وكتقول لهم بانهم جايين فقط يطلبوا الملفات ديال التسيير ديال هذه الولايه الحاليه، يعني من 2015 للان. الوثائق الاخوان الله جايبين معنا كامل بغيتو تطلعوا عليهم من بعد، هذو الوثائق والمراسلات. قسم التعمير مثلا طلب لنا ملفات من 2013. اذا شنو المشكل عند هذا الاخ المستشار اللي كيشغل مهمه نائب الرئيس انه يمنع لجنه مشكله وفق القانون من طرف المجلس من الاطلاع على الملفات؟ اذا كيعتبر انه ما عندهم يخبي كان خصو يكون اول المتحمسين الى التعامل مع اللجنه ديال التقصي. حنا لما جينا والاخوان يمكن يحكموا معايا هذا الشيء، ما جيناش نهائيا بسكنيه او باش نخلقوا شي توتر داخل المؤسسه او باش نقلبوا على شي حاجه اللي نخلقوها ما كايناش. حنا شنو اللي قال لك اسيدي جينا باش نلقاو لك شي ملف؟ ياك الامور غادي كتشتغل مزيان في اطار القانون، حنا اللجنه يمكن لها تعطيك وثيقه الابراء اللي كتقول بانه هذا المجلس كيشتغل وكيحترم المصادر والضوابط وما كيعطيك الرخصه الا اللي كيستحقها وما كيعطي الصفقه الا اللي كيستحقها الى اخره الى اخره الى اخره. ثم موضوع المده الزمنيه ديال اشتغال اللجنه اللي عنده الحق يحددها هو اعضاء اللجنه، لان المجلس ما حصرناش في مده معينه، كان يمكن نمشيو حتى الملفات ديال كون ارتقينا نمشيو الملفات ديال التسعينات والالفينات كون مشينا، ولكن الاخوان حنا طالبنا واحد المعطى. كل تجربه جماعيه في المحمدي لما كتبتني كتلقى فيها تقرير يا ديال مجلس التجاوب والحسابات، يا ديال المفتشيه العامه لوزاره الداخليه، يا ديال المفتشيه العامه لوزاره الماليه. تجربه 2015 اللي فاتت السابقه فيها تقرير ديال المفتشيه العامه اساسي، وبالتالي اعتبرنا انه كان واحد العمليه ديال التفتيش اللي كتخلينا ما نكونوش نرجعوا، لان عندنا شهر اولا عندنا عامل ديال الزمن اللي هو اساسي، ثم ما كتمنعناش نرجعوا لانه في واحد العدد من الملفات مثلا ملفات 2011 2012 2013 مثلا في التعمير باش تنشوفوا واش هذا الشيء مطابق للقانون ولا لا. اذا في موضوع الموظفين حنا قلنا بانه حنا تنشتغلوا على مول القرار السياسي، المدبر اشنو كيعمل في اطار المهام ديالو في تسيير المجلس، خصوصا الرئيس ونوابه، لانه هذا الموضوع اللي جينا على قبله في اللجنه التقصي تتعني الرئيس لانه هو الامير بالصرف، هو الشخص وفق القانون اللي مخول ب او اللي معطيه جميع الصلاحيات الماليه لا المداخيل ولا المصاريف، ثم قطع الاشغال اللي عرف ديالو القانون. حنا قلنا بغينا نقضيو على الكلام خارج المؤسسات، داكشي علاش كان فيلسوف الطاوي كيقول لنا هذا شنو وقع في الملف، الاخوان في الفرق ديالهم كيقولوا لنا شنو وقع في الملف. قلنا حنا ودي خصنا طريقه مؤسساتيه باش يمكننا نطلعوا على الملفات. الاخوان بغيت نخبركم بانه حتى في بعض القطاعات تعطاونا ملفات وملفات اخرى منهنا من الاطلاع عليها، بل كاين وثائق اللي طلبناها اكثر من شهر في قطاع الاشغال وما توصلناش بها لحد الان. واش عيب ان لجنه التقصي تعرف بها ملايين المقياس اللي تسفتوا بعض الشوارع؟ حنا اعضاء المجلس بغينا ننور المجلس، كاين واحد المارجي ديال الزفت ماشي ما فيهش بزاف في 98 مليون، ولكن شنو المقاييس اللي اعتمدتها المصلحه مثلا باش كتمشي تسفت واحد الزنقه وكتخلي الزنقه اللي حداها هي في نفس الوضعيه مثلا؟ حنا بغينا نعرفوا هادشي، لان هادشي من صميم الحكم منعنا من الاطلاع على واحد العدد من الوثائق الخاصه بالعدادات الكهربائيه ولما تيتعطاو المتعلقه، يعني غتسمحوا لي الاخوان ما غاديش نقدر ندخل في التفاصيل، ولكن نتمنى تحضروا في تلاوه التقرير النهائي، لانه غيكون فعلا تقرير كيف ما قلت في الاول وتمرين ديمقراطي اللي غيخلق صدق في مدينه المحمديه، لانه اول تقرير في المغرب اللي غادي يعطي حقائق حقيقه. ما كان صرح بوالو، ولكن غيعطي حقائق يمكن صادمه، ولكن من طرف لجنه مكونه من المجلس. هذه الاستثناء بلادي. باش نمشي للموضوع الاساسي اللي متوقف عليه اللجنه الان باش ما نطولوش على الاخوان والاخوات. اللجنه متوقفه بقرار من نائب للرئيس للتصنع
في اطار مباشره العمل ديال الجهه، وطلبنا منه يودي لنا واحد العدد من الملفات والوثائق. اتصلنا بك على اللجنه رسميا، مشينا عنده قال لك انا ما عندك حتى شي وثيقه. علاش؟ قال لك انتم سيريتوا المده ديالكم وكذا، وكان باين من الاستقبال بانه ما عنده حتى شرف باش يتعامل مع هذه اللجنه، وبالتالي ما عندكمش الوثائق. اضطرينا في اطار الحمايه ديال عمل اللجنه انه نستعملوا بمفوض قضائي باش نثبتوا الحاله، وفعلا ثبتنا حاله ديال الامتناع مع انه مقرر الرئيس يرخص. مقرر الرئيس يرخص للجنه باش تمشي تطالع الملفات اللي بغات كاملين. وتقرير حاله الامتناع ديال النائب السابع للرئيس على مد اللجنه بالوثائق عن طريق عون قضائي، هذه عملنا فيها مسطره قانونيه على مستوى السلطات الوصيه في المهمه، ولا في الاخر ولا بد من عطيو اشاره اساسيه لانه ما يمكنش نخليو اطراف تتطاحن بيناتها بدون اي مردوديه، والسلطه الوصيه خاصها تكمل مسؤوليتها في هذا الموضوع. ما يمكنش خارج القانون شي عضو من اعضاء مكتب المجلس ضد اراده المجلس واراده الرئيس انه يرفض يعطي ملفات للجنه التقصي. مشينا من بعد اتصل بنا الرئيس تيقول لك اودي بانه جميع الوثائق اللي بغيتو غتوجد. هذا رئيس المجلس الجماعي لانه هو رئيس المجلس ورئيس المكتب ورئيس الموظفين، جميع الوثائق اللي بغيتو غادي تحصلوا عليها، ويمكنكم تاخذوا الوقت الكافي ديالكم باش يمكن تشتغلوا وتطوروا العمل ديالكم باش توجدوا التقرير. هاي المراسله وصلتنا كنجد هذه وقيله 10 ايام او اسبوع وشي حاجه. طيب الرئيس عطى امر، واش تتعرفوا الاخوان والاخوات بانه لما الرئيس بعث رساله الى لجنه التقصي الى رئيسها، وبعث رساله الى المصالح للجماعه، وما زال النائب السابع يرفض يعطينا الملفات والوثائق حتى الان، وهذا ما يعطيناش جواب. اولا هو السؤال اللي كنطرحو كاملين، واش ولا الرئيس والنائب السابع والنائب السابع والرئيس؟ هذا السؤال اسمحوا لي ولكن من حقنا نطرحوه، لان حتى الالزاميه القانونيه ديال قرار الرئيس لم يعد له اي احترام من طرف المرقوص اللي هو مطالب باحترام القرار ديال الرئيس ديالو. ثانيا شنو مخبي في ذاك التعبير اللي بغينا نشوفوه؟ السؤال الحقيقي واش هذا التعبير بواط نوار؟ اشنو مخبي تما وما بغيتيناش نشوفوه؟ اذا هنا في وقفه عمل لجنه التقصي هذه 13 يوم بالضبط او لا 15 يوم بالضبط، حنا مازال تنتظروا انه تسمح لنا بالاطلاع على الملفات ديال التعمير، خصوصا الكارثه اللي وقعت كذلك واللي خص السلطه تفتح فيها تحقيق. انا ارسلت جوج رسائل للسيد العام تنقول له اللجنه توقفات لان النائب السابع فقع من الوثائق. الكارثه الاخوان والاخوات هو انه في خرق قانوني سافر، السيد النائب السابع توجه رساله للموظفين تقول لهم ما تعطيوش حتى ورقه او معلومه للجنه تقصي الحقائق، وقعها النائب السابع، في حين ان القانون تعطي للرئيس وحده سلطه امر الموظفين والقطور للرئيس وحده او اذا فوت ذاك الاختصاص الى المدير العام. يعني ما عندش حق الاخ يطلب من الموظفين لقد تقرر ابتداء من تاريخه عدم تسليم اي وثيقه او تقديم اي معلومات لاعضاء لجنه تقصي الحقائق لكون التاريخ المخصصه لذلك قد انتهت، وعليه يتوجب على جميع موظفي قسم التعمير احترام فحوى هذه المذكره. محمد في 5 ابريل رئيس المجلس الجماعي عبد الرحيم عباسي النائب السابع للرئيس. ها الكارثه ديالنا هنا في محمد واللي ما بقيناش عارفين شكون يقدر يحل المشكل، لذلك توجهنا الى السلطه المعنيه اللي تتمنى كذلك تكون حاسمه في هذا الشيء، لانه لما كيوقع خلاف قانوني عندك جوج المستويات فين يمكن باش تحل الخلاف، على مستوى سلطات الوصايه اللي هي السلطه المحليه والعمل اللي كذلك خصو يتحمل المسؤوليه ويحل المشكل. وانا حنا عرفنا عن طريق بشكل غير رسمي بانه فعلا العمل تحرك وطلب من الرئيس انه يفك هذا المشكل. هادشي 10 ايام او 8 ايام لحد الان الوضع مازال على ما هو عليه. اذا حنا بغينا نتلاقاو بالاخوان
ممثلين ديال وسائل الاعلام والوسائط وبعض الشخصيات اللي يشرفونا بالحضور اليوم باش نطرحوا معهم هذه الاشكاليات. حنا مهمه التقسيم حنا غنمشيو فيها الى اخر مدى، ولو كلفنا الامر نخلقوا لجنه طقس جديده على كل قطاع التامين كله، ولو كلفنا ذلك نخلقوا لجنه طقس بوحدها على كل قطاع التامين. الاخ ما تعرفش اللي حنا خلقنا لجنه ديال الطقس الاول مازال قائما بانه حتى واحد ما خصو يفلت من المحاسبه، وإلا تعتبر في خرجات عمل هذه واحد 4 أيام او 5 أيام بانه الامور بالقانون خصو يعطينا الوطن يمتثل على الاقل باش ما يبخش رئيس المجلس الاعلامي، باش ما يبخش القرار ديال الرئيس ديالو يمتثل لقرار الرئيس بتوفير الوثائق لفائده لجنه التقسيم باش يمكننا نساليو دراسه الملفات ونمشيو نجزو التقرير النهائي ديالنا اللي زعما كيحكموا على النوايا. حتى واحد ما عارف كيفاش خصو يكون، ولكن حنا راه قلنا لكم هما الطرف الاخر ما عارفينش هذا التقرير كيفاش غيكون. كيف ما يكون وثيقه الاداره يمكن يكون وثيقه ديال الابراء الذمه بان الامور جيده وبانه المصادر محترمه والقانون محترم الى